كل نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود، وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. ليه تسيب المية مالحة والشجر يطرح صفار، بتخلي الأرض صالحة والصحارى تزيد خضار. الحروب محتاجة، الطبيعة محتاجة، والجدارة وامتياز جاي وجاب الخير. نموذج جميل جدا نشوفه مع بعض النهاردة، يؤكد على ان احنا بتطبيق العلم نقدر ننتج محاصيل لها قيمة غذائية، وايضا الاستفادة من الموارد استفادة قصوى، لان احنا بنتكلم على تحدي كبير جدا بيواجه العالم هو التغيرات المناخية اللي فعلا بيؤثر على القطاع الزراعي باشكال كتيرة جدا، منها تصحر الاراضي الزراعية، منها هجوم كبير من الحشرات والامراض الفطرية. وده يخلينا ان احنا نفكر في بدائل للتربة، يخلينا نفكر ازاي نستفيد من كل قطرة مياه ونعظم الاستفادة منها. الهايدرو بونيك هو مصطلح كتير من الناس ممكن يكون سمع عنه، لكن ما قربش من هذا الفكر، ما شافوش هو بيتنفذ ويتم تطبيقه في مصر بدقة وبمقاييس تديني منتج أورجانيك. برحب في البداية بالمهندس تامر تركي، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا باشمهندس تامر. وانا موجود هنا وداخل المكان في تعقيم امان حيوي، في درجة كبيرة جدا من الوعي في التعامل مع كل مرحلة. أنا عايز أتعرف الأول عن الهيدروبونيك، ليه والفكرة جات لحضرتك إزاي؟ الهيدروبونيك هي الزراعة المائية. هو أولا أنا شركة الحياة للزراعة المائية. أنا عندي هنا في جمعية أحمد عرابي مستصلح، عامل صوبة بالكامل هيدروبونيك. الأرضية كلها عندي انترلوك علشان خاطر ما يبقاش فيه اي عرضه لاي حشائش تطلع. سيستم الهيدروبونيك عندي عامله بالكامل فروم اي تو زد، تحكم بالكمبيوتر، يعني مفيش تدخل يدوي خالص، يعني فروم اي تو زد بتحكم فيه بالكمبيوتر، بشبكه كمبيوتر، بتغذيه عناصر بالكمبيوتر، من الكنترول روم ببقى متحكم في كل سيستم. مش من الكنترول روم فقط، المهندس تامر بقول له لو سمحت عايزين صوت المية علشان نعرف نصور، فقال لي حالا طلع الموبايل علشان يوقف الري. مظبوط مظبوط. انا عندي سيستم تحكم كامل في الفانز، في التبريد، في التبريد اللي فوق الصوبة. انا عايز اعرف كل تفصيله من اللي حضرتك قلتها، بس الاول هيدروبونيك. انا شايف ان مفيش استخدام، وده معنى الزراعه الهيدروبونيك، للموارد الارضيه، او ما بنزرعش على الارض. لا، انا عندي نظام معين في تصميم الشبكه. تصميم الشبكه هنا بيتوقف على ايه؟ والصوبه مساحتها كم، ابعادها كم، صنف مزروع فيها؟ الزراعه المائيه او الزراعه الهيدروبونيك زي ما قلت لحضرتك، انا شركه الحياه للزراعه المائيه. انا بقالي سنه واربع شهور في الماركت الحمد لله. مر علينا الصيف اللي فات وادي احنا في الشتاء ده، يعني الحمد لله بقالنا باع كبير، او بقالنا وقت طويل في جربت في المواسم كلها، جربت المواسم كله، جربت درجات الحراره كلها، جربت تقلبات الماركت عامله ازاي. وخاصة حضرتك ابتديت في وقت المناخ كان فيه في مصر للزراعة صعب. أنا حضرتك أنا أول ما ابتديت كانت درجة حرارة الجو 48 و50، كانت عندي درجة حرارة الصوبة لا تتجاوز 24، لا تتجاوز كانت 48 و50. لو جت 24 الماكسيمم، عند 26 الكنترول روم بيديني إنذار علشان خاطر فيه حاجات بتدخل، سيستم بيشتغل بعدين السيستم التاني بيشتغل. درجة الحرارة عندي 26 بيديني انذار، بيعمل سرينة، يعني انا واقف في مكان درجة الحرارة بتاعته ثابتة 24 درجة مئوية، لو في الخارج من 48 ل 50، او لو في برودة شديدة في الشتاء انا محافظ على 24 درجة مئوية. مظبوط تمام. ال 24 ده الماكس. 24 درجة اوصل لها ازاي؟ اكيد في نظام متكامل هنجيله، بس خليني اقول لك بالنسبة للزراعة المائية. الزراعة المائية او الزراعة الهيدروبونيك، احنا انت بتزرع في المية، بتزرع وسط مائي في وسط مائي بالكامل، ما
الوسط بتاعي بيبقى ما هو إلا بيتموس مش أكتر. بيتموس هو خلطة زراعية بيتزرع عندنا في المشتل اللي هو برضو أندر كنترول، بعدين يجي هنا على الحضانة يقعد أسبوع بعدين ينزل على السيستم. فروم A to Z أنت بتديله مية، بتديله محاليل A و B و C بنسب معينة لكل عمر، بنسب معينة لكل صنف. التحكم في كمية المية، تحكم في نسبة العناصر، تحكم في الA والB والC لكل عنصر من العناصر، لكل سيستم، لكل وحدة عندي، لكل صنف، لكل عمر، كله under control by computer. حضرتك برضو قلت جزئية، يعني دي الشتلة اللي معي صح؟ دي الشتلة اللي هي دي في الحضانة، دي في الحضانة، دي لسه طالعة من المشتل بقالها خمس أيام. يعني أنا ببتدي باخد الشتلة بتاعتي من الأرض بحطها في الحضانة اللي هي دي الحضانة، دي السيستم ده اللي هو الحضانة. أيوة. المعروف ان النبات محتاج تهويه، محتاج اكسجين. تمام. فالنهارده الزراعه داخل المياه. تمام. بتوفر ده ازاي؟ بوفر حضرتك، انا الاول كنت ما كانش عندي الجهاز بتاع تحليه المياه بتاع دلتا ووتر، شركه دلتا ووتر شركه معروفه يعني. جبت الجهاز عندهم من عندهم، حصل عندي طفره في الزرع في 10 ايام او في 15 يوم. يعني انا متعود على نمو معين بالنسبه لعمر النبات. المفروض ان هو النبات فروم A تو Z من ما اول ما بقول بسم الله الرحمن الرحيم انتم تزرعونها وام نحن تزرعون في المشتل الى الحصاد من 58 يوم ل 60 يوم. تمام. بعد استخدام معالج المياه المغناطيسي؟ لا قبل، ده طبيعي. ده الطبيعي بتاعي بمحاليل معينه بكميه ميه معينه. لما حطيت الجهاز دلتا ووتر بصراحه فرق معايا في كميه الميه، فرق معايا في كميه المحاليل اللي بيمتصها النبات، فرق معايا في عمر النبات. يعني بدل ما بخرج بعد 60 يوم تقريبا بخرج النبات على عمر 51-50 يوم. يعني 10 ايام هيفرقوا معايا بالنسبه لسيستم زي ده، في تكلفه، في كوست. فانا لما اخرج بالمحصول 10 ايام هدخل كمان دوره زراعيه ثانيه. يعني انا في اليوم ال 51 بكون مدخل بكون مخرج الزرع من الباكيه اللي هي فيها او من السيستم اللي هي فيها، وبيدخل بدلها الزرع اللي طالع من الحضان. طبعا جهاز دلتا ووتر فرق معايا ان هو بالنسبه غير الوقت وغير المية، عمل امتصاص العناصر وامتصاص المحاليل من يعني امتصاص المحاليل النبات للمحاليل. ده خلاني اقلل تركيز المحلول بتاعي علشان الزرع ما يهكش مني او ما يكبرش مني. ابتدى يستفيد بالمقنن من المحلول اكتر، فانا ليه مقنن معين بديه للنبات، ده الغذاء بتاعه. مزبوط. فمش هقدر ازوده، لو زود هيحصل هياج خضري، ده انا مش محتاجه في بعض يحصل في دوره الهيدروبونيك، ان الزرع اللي عايزه من الميه بياخده، واللي مش عايزه بيرجع تاني على السيستم على الخزان، وبيفضل الموتور بيطلع الميه على المواسير الميه وتروح للاخر، وبالجرافيتي بترجع تاني للخزان. فلو ما فيش امتصاص نسبه الملوحه بتاعه المحلول بتاعي هتفضل هي. لما ركبت جهاز دلتا ووتر بصيت لقيت ان هو نسبه الملوحه بتاعتي بقت بيحصل امتصاص وبيحصل فقد في نسبه الملوحه، او نسبة الملوحة اللي بترجع لي في الخزان بتبقى قليلة جدا. وبالتالي حصل امتصاص للزرع بنسبة أكبر. فده خلاني أوفر في كمية المحلول الغذائي المركز اللي أنا بحطه، يعني التركيز بتاعي الـ A والـ B والـ C المركز بتاعي أنا قللته. علشان الزرع يعني يمشي بالسيمترية اللي أنا عايزه يوصل بيها للماركت بالحجم اللي أنا عايزه. برضو عايز أسأل سؤال تاني، أنا النهاردة ده بيفضل موجود في هذه الشتلة الكوباية بتفضل طول عمر النبات فيها، والمية بتوصل لجزء معين من البطنس صح؟ يعني وهي كده المية
بالموتور بتروح لاخر المواسير وبتمشي جوه الماسوره دي، بس الماسوره دي 10 في 5. أيوه. هو في فيلم من الميه، فيلم من الميه اللي بيمشي في الماسوره، الفيلم ده تقريبا 3 مللي. ايوه ده الماسوره. فال 3 مللي دول بتخلي الميه توصل لاول البتموس من تحت، والزرعه وهي لسه منقوله من المشتل جدرها ما بيبقاش وصل لهنا. تمام. فبالامتصاص او بال 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 بال, بال, بال ال ال البتموس لما بيتبل من تحت بيوصل لفوق بال 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 بالنبات بيمتص بيمتصوا الجذور بتبتدي تطلع زي ما احنا شايفين كده. أيوة. تبتدي تطلع من الكوباية، يعني اخر الكوباية هي هنا. تمام. هنا الجزئية دي لسه ما فيهاش جذور، ودي لسه خارجة من المشتل بقى لها 4-5 ايام وما شاء الله ابتدى الجذور بتاعتها تطلع من الكوباية. والجذور كمان القوام بتاعتها متماسكة، ودي اللي بتساعد النبات ان هو يمتص الغذاء بتاعه. فدي بتديني منتج في النهايه ليه خواص مميزه. المنتج في الاخر يعني دي مثلا المنتج في النهايه في الاخر كماركت انا ببيعه من غير الكوبايه. ايوه. يعني اللي بيحصل ان انا بشيل الـ 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 الشتله من الكوبايه وبتفضل بالبتموس وبنظام تعبئه معين وتغليف معين، بلف البتموس باستيك علشان خاطر على اللايف شيلف بتاع الزرعة نفسها او المنتج نفسه يفضل على اللايف شيلف في الماركت بتاعي من 7-8 ايام، علشان الزرع عايز مية خلال الاسبوع او العشر ايام اللي هو قاعد فيهم على اللايف شيلف بيمصوا من البيتموس اللي هو طالع بيه من عندي كده. يعني ابتديت اعرف مع حضراتكم النهاردة الزراعة المائية، مفيش حاجة اسمها ان انا بيبقى جذور النبات في المية، لا هو البيتموس مع الكوبايه مع وصول المياه بنسبه معينه لغايه الجذور يدي لغايه البتموس، فالنبات يمتصها من خلال الجذور يديني النمو والجمال اللي احنا شايفينه. لما دخلت النهارده بتكلم على الاصناف المنزرعه فسالته قلت له عندك في جرجير؟ قال لي اه بس انا ببيعه بالجرام. يعني ايه بالجرام حضرتك؟ انا عندي اصناف خاص متميزه، يعني اصناف هولنديه، عندي أوكليف أحمر وأوكليف أخضر، عندي باتافيا خضراء وباتافيا حمراء، عندي آيسبرغ، عندي خس رومين، عندي بتر هيد، كل دي أصناف خاص. بالإضافة لكده بقى عندي كيل توسكان، كيل كيرلي، عندي ريحان أحمر، عندي جرجير مش بلدي، جرجير إيطالي، عندي مستردة، عندي انا كل الاراضي الزراعيه زرتها، لكن اشوف العلم ده في مصر والاصناف الجميله اللي هي احنا دايما بننادي وبنقول النباتات الطبيه والعطريه، الزراعه الاورجانيك، عايزين نرفع كفاءه جسم الانسان او مناعته من خلال الغذاء، وده تحدي كبير جدا بيواجه العالم بعد جائحه كورونا. فلما تشوف ان احنا بنستفيد من الموارد المائيه وفي مكان الموارد الارضيه بتكون فقيره فيه بالنسبه للزراعه، فانا رفعت الزرع بتاعي بقى زراعه هيدروبونيك، دخلت بيها باصناف جميله ومميزه، فده التكامل. حافظت على الميه، الميه هنا نسبه الملوحه فيها كم جزء في المليون؟ انا هنا نسبه الملوحه 350. 350 جزء في المليون، يعني هي مياه بحاري، ميه نيل جميله. لكن برضو قلت ان انا استخدم العلم، تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي، ارفع من كفاءة هذه المياه علشان اقدر انجح اكتر. عايز اتكلم برضو على الماركتنج او التسويق، هنصدر؟ في مخطط للتصدير؟ في مخطط للتصدير ان شاء الله، بنعمل تصريح مع وزارة الزراعة علشان خاطر البيتموس لما يطلع من المطار لازم له تحاليل وشهادات معينة وكده. بالنسبة لي أنا عندي أصناف مختلفة، عندي كيل توسكان وكيل كيرلي وسلق سويسري وجرجير إيطالي، الحاجات دي بتبقى في الماركت بيجوا المتخصصين أو الشركات اللي هي ما عندها بتودي للجيم، بتودي لشركات أو مصانع وجبات غذائية، الحاجات دي كلها بتوردها كطبق سلطة. يعني أنا منتج لطبق السلطة، طبق السلطة الغير معتاد أو طبق السلطة اللي احنا مش متعودين عليه، بالإضافة ان هو بيبقى محطوط عليه أصناف الخاصة بتاعتنا.
شيء جميل جدا. يعني انا وانا موجود في هذا المكان بيجي في بالي افكار كتيره. يعني ممكن النهارده واحنا بنتكلم ده كده مفيش حاجه اسمها ميه صرف زراعي، لان الميه اللي بتلف عندي هيدروبونيك. انا الميه تبقى ميه بيضة، ميه جايالي من النيل، ب ب ب ميه سوري ميه شرب، يعني ميه البيت، ميه عاديه بتدخل في الخزان، بيتحط عليها المحاليل بتاعتها، بيتظبط البي اتش بتاعها ونسبه الملوحه بتاعتها لكل صنف، بعدين بتدخل عندي على السيستم، بيفضل الدوره ماشيه عندي. لما بيحصل امتصاص للنبات الملوحه بتقل، بزودها لكل صنف طبقا للمعايير المثاليه بتاعته. طبعا كل صنف بنقيس نسبه النمو بتاعه كل يومين ثلاثه، نسبه الشعيرات الجذريه اللي بتطلع جديد، بنقيس استهلاكه للمية قد ايه. اول مرة ادخل مكان يبقى موجود فيه صاحب المشروع او هذا الاستثمار الرائع عارف المنتج بتاعه بيستهلك قد ايه مية. انا لو جيت اسأل في اي مكان قل لي الكيلو الطماطم ده بيتكلف مية قد ايه، مش هيعرف. القمح بيتكلف مية قد ايه، هيبقى كلها نسب تقريبية. لما قلت كلمة مياه صرف زراعي كنتش اقصد بيها ابدا ان احنا بنلوي بيها، اقصد ان مفيش ميه بتخرج من عندي بعد الزراعه تتجه لطريق الصرف وتبقى مياه فقدت. لا حضرتك بترجع للخزان تاني. ترجع للخزان تاني، فهي دوره مستمره، دوره مغلقه. مغلقه بيتم قياس نسبه الملوحه، كميه المعادن والاملاح اللي موجوده فيها، بتعامل معاها علميا من خلال سيستم موجود على جهاز كمبيوتر بيديني الداتا، ابتدي ازود في كميه الميه او في كميه المعادن. فده تطبيق للعلم بكل دقة واحترافية، أنا أول مرة أشوفه. حضرتك كمان أنا الحمد لله أنا الصوبة عندي كلها أورجانيك 100%، ما عنديش رش كيميكال نهائي، ما عنديش رش وقائي ولا رش حشري ولا رش تغذية، ولا ما عنديش موتور مية بيدخل الصوبة. أنا الزراعة أورجانيك 100%. لو حصل لا قدر الله أي نوع من أنواع الإصابة، عندي دكاترة من مركز البحوث بكلمهم بيقولي بيحطوا لي مفترسات يفترسوا أو يقوموا على افتراس العدو الحيوي. فأنا أورجانيك 100%، فأنا بطبق المعايير الاحترافية الزراعية للتعامل مع منتج يأكله المواطن المصري صالح حصل كرم الضيافه. وانا داخل النهارده ما قاليش تشرب شاي او تشرب قهوه، هو قطف وقال لي خد كل. انا ما سالتوش ده ايه، ما غسلتوش، انا اكلت ايه. حضرتك اكلت كيلتوسكن. كيلتوسكن في نقطه عايزين نعرفها، ازاي بنحافظ على درجه الحراره؟ حضرتك قلت لي هشرح لك بالتفصيل، مش الموضوع مش ان انا هشغل تكييف. تمام، انا عندي الحمد لله درجه الحراره كانت في الصيف كانت بتوصل بره الترمومتر في الكنترول روم كان بيديني 48 49 50. اي حد تاني في اي صوبة زراعية كان ممكن كل محصوله يتم تدميره بالكامل. انا الحمد لله عندي الصوبة مكيفة تكييف كرتون، عندي شفاطات في منتصف الصوبة، عندي شفاطات في اخر الصوبة، عندي فوق الصوبة عامل سيران مغطى، فوق السيران في شبكة المست دي بشغلها لما بيديني درجة الحرارة فوق 26، بيديني انذار كنترول روم، يروح هو داخل لوحده يشغل الموتور بتاع السيستم بتاع الرش. لما درجة الحرارة بتاعت السيران وبتاعت المشمع تنزل لتحت 26، الموتور يطفي لوحده، والمية بتاعت اللي نازله فوق المشمع بتروح رايحه على مجاري صرف عاملها، بترجع بتنزل لخزانات تتصفى. و ببقى كده نزلت درجه الحراره من 48 49 50 ل 26، مش اقل من 10 12 14 درجه بتنزلها بالمست، والباقي بينزل بالتحكم في التكييف عندي في التبريد. احنا تم اغلاق كل عناصر الكهرباء، يعني مفيش مياه شغاله، مفيش تكييف،
مفيش هوايات شغاله، مفيش شفاطات، ومفيش واحنا واقفين الجو كويس جدا. من شويه انا كنت واقف في التكييف، وده صعب جدا جوه اي صوبه زراعيه. يعني بتدخل جوه صوبه زراعيه بصراحه بصور اللقاء وبجري بسرعه علشان خايف على نفسي وعلى الكاميرات، لكن انا واقف عادي جدا بتكلم، مفيش اي مشكله معايا. وفي كلمه قالها المهندس تامر دلوقتي مهمه قوي، المية حتى اللي بيستخدمها في التبريد لسطح الصوبة قال لي وبعد كده بتروح على الخزان عشان تخش الفلتر تاني وهيستخدمها أبرد بيها. يعني ما عنديش نقطة مية بيتم فقدها. أصل المية غالية، المية هنا في جمعية أحمد عرابي بنتحاسب المتر المكعب بسبعة جنيه لربع، فأنا لازم كل جنيه بدفعه في المية أبقى ماسك فيه. يعني أنا لو أطول إن البخر بتاع المية ده أكسفه وأرجعه تاني حاول كده. يعني هي دي المية غالية، إحنا بس إحنا تعودنا عليها إن هي ببلاش. المية كتيرة والنيل جميل، بس إحنا دلوقتي 100 أو 110 مليون نسمة، 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من مياه نهر النيل، 60% بيروح للقطاع الزراعي. عندنا تحديات مناخية صعبة جدا، لازم يبقى عندنا وعي وإحنا بنتعامل مع الموارد الزراعية. عايز كلمة أخيرة من حضرتك كحبك للقطاع الزراعي، النجاح ده مش هيجي علشان حضرتك مهندس زراعي فقط، لا ده علم وحب وفكر. هو علم وحب وفكر وتيم. وتيم. لو ما كانش التيم اللي معايا بيحبني، بيخاف عليا، مخلص ليا، مخلص في عمله، مش هيبقى في نجاح. أنا مش هقدر أنجح لوحدي، المركب ما بتمشيش لوحدها. انت لو راكب مركب وبتقدف بيد واحده المركب هتقعد تلف حوالين نفسها، لازم اتنين يقدفوا مع بعض. حضرتك لو واقف قدامي دلوقتي من غير المخرج مش هنعرف نصور. انا ما نجحتش لوحدي، انا نجحت بوقفه رجالتي معايا ووقفه الناس بتاعتي عشان هم حابين المكان وحابيني، وانا بشكرهم جميعا وبشكرك كمان. وانا بشكر حضرتك، وانا موجود مع المهندس تامر النهارده خدت دروس كتيره. يعني انا سنين طويله بتكلم عن الزراعه ومع المتخصصين ومع العلماء ومع الفلاح المصري اللي علم الدنيا الزراعه. النهارده شفت فكر بيقول لك قطره المياه غاليه جدا ما اقدرش افرط فيها، في نفس الوقت فكر بيزرع روح الحياه والمحبه ما بين تيم العمل او فريق العمل. مفيش ايد لوحدها بتنجح، مفيش محصول هيطلع في مكان الا ما يكون المكان ده فيه حب وخير، لان دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى، أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون.